السلام عليكم ورحمة الله. أهلا وسهلا بكم في أول حلقة من الحلقات التي نتقابل فيها مع منجزين من جامعة UTM في ولاية جهور بماليزيا. طبعا ضيفنا في هذا اليوم هو صاحب إنجازات كثيرة في خصوصا في مجال البحث العلمي والاكتشافات في مجال الكيمياء الحيوية والطبية. السلام عليكم ورحمة الله. السلام. كيف حالكم دكتور؟ الله يسلمك. اليوم مع الدكتور وحيد التويتي. الدكتور طبعا طالب يمني الآن أكمل مرحلة الدكتوراه في جامعة UTM، له إنجازات عديدة كما ذكرنا في مجال البحوثات العلمية. إذا دخلنا إلى موقع جوجل سكولر وكتبنا اسم الباحث سوف تظهر لنا الأوراق العلمية التي قام الباحث بنشرها أو بالمساعدة في نشرها، مثل هذه الورقة العلمية والتي تتحدث حول غشاء خلوي يقوم باكتشاف النترات وهو عبارة عن ملوث حيوي. أيضا أوراق علمية عديدة مثل هذه الورقة العلمية والتي تركز على أنبوبة مصنوعة بالتقانة أو بتقنية النانو من أجل إزالة عنصر النيتريت الملوث الحيوي. أيضا يعتبر أكبر ما أنجزه الباحث هو اكتشافه لـ 12 نوعا من البكتيريا التي تتركز في التربة المحتوية على عنصر الزرنيخ، وقد تم تسمية هذه الأنواع من البكتيريا WS، وهذا الاسم يعود إلى اسم الباحث وحيد. لقد تم تسجيل هذه البكتيريا في موقع NCBI National Center for Biotechnology Information، المركز الوطني لمعلومات التقنية الحيوية في أمريكا. إذا كتبنا اسم الباحث في خانة البحث سوف تظهر لنا أنواع البكتيريا التي قام المركز بتسجيلها كما تجدونها أمامكم موجودة بالأرقام المختلفة. بداية أهلا ومرحبا بالدكتور، حياكم الله. حياك الله وسهلا. أهلا وسهلا. بداية هل ممكن أن تعرف المشاهدين وتعرفنا جميعا هذه البحوثات العلمية، حول ماذا كانت وأين كانت هذه الإنجازات؟ طبعا رحلتي العلمية كانت بكالوريوس ماجستير في البايوكيمستري، ثم الماجستير في البايوتكنولوجي، ثم الآن كانت آخر شيء في الدكتوراه في البايوساينس في البايوسنسور والميتاجينوميك وجينيتك. طبعا رحلتي بدأت في عام 2015 عندما أتيت لمرحلة في أتكلم عن آخر مرحلة وهي مرحلة الدكتوراه، لأنه لا يسعنا أن نتكلم ولا يوجد وقت كافي لنتطرق لكل هذه المراحل المتعددة. طبعا في مرحلة الدكتوراه بدأت في عام 2015 عندما جئت هنا في هذه الجامعة، جامعة UTM، وأنا أكلمكم كذلك من هذا المختبر، مختبر البايوسنسور للدكتورة شفي ناز. كانت الفكرة المبدئية فيه هو التعرف على العناصر المعدنية والعناصر الثمينة باستخدام التكنولوجيا الحيوية البايوسنسور. والحمد لله كانت دراستي على إحدى شركات الذهب الموجودة في ماليزيا وهي شركة سيلينسين كولد ماين الموجودة في بهانغ. استطعت بفضل الله أن أحقق إنجاز وهو التعرف على نوع بكتيري جديد أطلق عليه اسم WS الذي سجل في NCBI National Bank National Central Bank Information في الولايات المتحدة الأمريكية، وقد أعطي اسم WS التي منها حوالي 11 نوع. فالأول W هو يرمز إلى اسمي وحيد وإس مشرفتي في الدكتوراه شفي ناز. والحمد لله قد قمنا بالتجارب على هذا النوع البكتيري وأثبتت التجارب أن له مقدرة كبيرة في إزالة عنصر الزرنيخ الذي يسببه الذي يسبب تلوث البيئة ويعتبر من العناصر السامة. وقد نشر البحث في أحد الجورنالات العالمية Q1 Environmental Exotology and Pollutant Research. كذلك كما أشار الأخ لم تقتصر دراستي فقط على البيو فقط، فكان لي كذلك بعض المشاركة في بحوثات في كلية الكهرباء، ولكن في مشاركة والدمج بين الكيمياء والكهرباء واستطعنا اختراع نوع من السيلكتيف ميمبرين الذي كان له قدرة كبيرة على اكتشاف أو تفحص شوارد الفوسفات
ونشر هذا في احد في اي تربل اي في احد الجورنالات في اي تربل اي. كذلك كان لي مساهمه في كليه الهندسه الميكانيكيه في ادفانس ميمبرين، والحمد لله استطعنا تطوير كربون نانو تيوب، حيث اضفنا له حيث استطعت اضافه شوارد السيليكا والنيترات والامين السيليكا والامين لهذا المركب، وقد اعتبر انه نوفاليتي في هذا المجال، ونشر هذا البحث وكان له قدره كبيره على ازاله مركبات النيترات الذي تسببها الاسمده والمبيدات الحشريه، وتم نشر هذا البحث كذلك في احد الجورنالات العالميه Environmental Science and Pollutant Research. طيب يا دكتور، كيف ممكن لهذه البحوث العلمية بمحتواها أن تؤثر على المجتمع والبيئة؟ طبعا كانت الفكرة في البحوثات في المختبر لدينا هي محاربة المرض قبل وصوله إلى الناس، فنحن نحاول القضاء على التلوث من البيئة، أي محاربة أسباب المرض من البيئة قبل أن تصيب الإنسان ويصبح الضرر على الإنسان وتصبح معالجة الإنسان. فبدلا من أن يصل المرض إلى الإنسان فنعالج مسبباته الموجودة في البيئة، فنحافظ على صحة وحياة الإنسان. طيب يا دكتور، ما هي الأسباب أو العوامل التي ساعدتك في أنك تنجز في مجال البحوث العلمية والاكتشافات؟ طبعا كما تكلمت في البداية أن الإنسان لا يوجد في هذه وحيدا ولا يستطيع أن ينجز شيء بمفرده، فكان الفضل الكثير من الدكاترة الموجودين هنا في الجامعة، من الدكاترة اليمنيين الذين أصبحوا كصف الجامعة. فنصيحتي لكل طالب يمني أنه لا يشتغل لوحده، أن يسأل كثير حتى وإن اختلف تخصصاته، فمبدأ العلم واحد، فيحاول أن يتصل بالدكاترة الذي سبقوه خبرة وكذلك الطلاب الذين سبقوه مرحلة، ويطلب منهم النصح ويساعدوه في كيفية أسس البحث العلمي الصحيح، في كيفية أسس الكتابة العلمية الصحيحة. هذه كلها مما يساعد الطالب على أنه يمشي في الطريق الصحيح ولا يضيع. فكما قلت قد يكون الإنسان خصوصا مثلنا ينتقل من بيئة لم يكن فيها البحث العلمي له له أهمية كبيرة كما هو موجود هنا في ماليزيا، فقد يضيع الطالب في كيفية الوصول إلى الطريق الصحيح في البحث العلمي. فعندما يتصل مع دكاترة في الجامعة أو من اليمنيين الذين لهم كذلك إنجازات كبيرة أو من الطلاب اليمنيين الذين سبقوه، فيعطوه كثيرا من الأسس الصحيحة للبحث العلمي والطريقة الصحيحة كذلك كيف يكتب الجورنالات، فهذا كثير تختصر له كثير من الوقت. كثير من المشرفين يساعدون في كذلك، لا يشتغل كما قلت لوحده، يحاول أن يشتغل مع مجموعة. فكما اشتغلت أنا كما قلت في كلية الهندسة الكهربائية، كلية الهندسة الميكانيكية، فكثير من هذه الأمور كانت بمشاركة مع كثير من الباحثين سواء كانوا ماليزيين أو عرب أو يمنيين. وختاما، الدكتور وحيد أحب البحث العلمي والاكتشاف، وسعى نحو جميع الفرص المتاحة، وبذل جهدا مضنيا للوصول إلى النتيجة، واستعان بالباحثين والمشرفين من حوله حتى استطاع في آخر الأمر أن يصل إلى إنجازاته واكتشافاته. فكونوا أصحاب شغف وجهد وطموح. أراكم بخير في حلقة قادمة.